مشاهدي ومتابعي شاشة قناة البلد الفضائية في كل مكان داخل وخارج السودان، أهلا وسهلا بكم. اليوم نحن في استقبال عدد كبير جدا من الأسر اللي طلعت من حيتوتي بعد أن عانت من انتهاكات كبيرة جدا، وصلت لحد أنه في بعض منهم مات في الطريق في محاولة منهم أنهم هو يصلوا لمحلية كرري. وصلوا لمحلية كرري بعد أن فقدوا جزء منهم، بعد فقدوا أموالهم، بعد أن فقدوا أي حاجة هم بيملكوها في الطريق بسبب انتهاكات ميليشيات الدعم السريع. هنستطلعهم وحنشوف اللي حصل لهم وطريق العودة الطويل جدا اللي هم تعبوا لحد ما يصلوا فيه لحد هنا، فخليكم معنا وتابعونا. أماسي واحدة من الأمهات عانت ما عانت في جزيرة توتي. جزيرة توتي واحدة زي ما احنا عارفين من المرافق السياحية المهمة، كانت قبلة لكل الأنظار في ولاية الخرطوم، كانت يعني محطة بهجة للناس كلها، بقت منطقة تعج بالكوارث وبالحكايات الدرامية الدامية. عدد من الأسر احنا هنا استطلعناهم وتكلمنا معاهم وشفنا الحاجات الكثيرة جدا والانتهاكات الكبيرة جدا اللي هم تعرضوا لها. أول الأسر دي لفتت نظري كانت أماسي، بتقول إن هي ما كانت عندها مشكلة مع صوت الدانات ولا صوت الزخيرة ولا أي من هذه الأشياء، إنما كانت مشكلتها كلها في إنها بتها، بس بتها. أهلا بك. عليكم السلام، وبنشكركم كثير كونه تكون نافذة نعبر بها عن المآسي اللي مرينا بها في داخل الجزيرة. يعني نحن من الأسرة الصامدة، يعني ما خفنا من الأكل ولا من الشراب ولا من الجوع ولا من الدانات، يعني كل أنواع الأسلحة كانت بتمر من فوق لينا، لكن بس خوفنا الكثير. يعني حتى أساس البيت إحنا استخدمناه عشان نصنع بال الطعام لينا إحنا، بس مجرد ما بقت في حالة بتاع الدخول للبيوت، طلوع بالحيط، يعني صفارة الإنذار كل يوم بالليل بتصفر، إحنا بنكون نايمين بنصحى عشان نحرس، ما في نوم، أرق، تعب شديد يعني. فخوفنا على أولادنا وقررنا إنه خلاص نخلي الجزيرة. أنا دا أعرف بالتفصيل كيف أساس البيت استخدمته في الأكل؟ كده يعني بنشيل الدولاب كل يوم ظرفة، بنولعها في النار، بنعمل بال عيش، بنعمل بال عدس، والرصاص والدانات حايمة فوق لينا، بنشوف كل أنواع الأسلحة، يعني مدفع انطلاقته بنشوفها، دا ما بنجري، بنقيف عشان بس ناكل ونقدر نخش سرعه سرعه جوا. لكن مجرد ما وصلت مرحله نخش جوا الشوارع وحالات الرعب والناس ما لو الصفارات، ما قدرنا نتحمل حياه زي دي. طيب يا ماسي، انت كنت ما عاوزه تتكلمي، لكن انت قلت لي انه انا طلعت لما خفت على بنتي لما هم بقوا يجوا بالحيط. احنا دايرين نعكس الحاجه الحقيقيه الحاصله عشان الناس كلها يكون عندها درايه. احكي لي الوقت ده بالذات الحصل شنو؟ يعني الناس بتكون نايمه من الساعه 8 بتبدا الصفارات بتصفر، في شنو؟ في زول مثلا عاين في عربيه، في شنو هنا في البيت؟ فانا بقول طالما الزول بفتش عن حاجه خلاص، يعني يبقى انا ما عندي قعاد في البيت ده. يعني كنا قاعدين جوا بيتنا بامان، مجرد ما الامان جوا البيت انعدم يبقى ما في قعاد، بس ده السبب طلعنا يعني فقررنا نطلع يعني. طيب انا عاوزه اتكلم مع هند برضو. انت برضو يا هند حكيت لي انه انتوا عانيتوا شديد عشان تطلعوا، انه كل مره كانوا بياخذوا منكم مبالغ وبرجعوكم، فانتوا بتحاولوا تقطعوا بهناك عشان انه انت عندك اخوك صغير عيان وبرجعوكم ثاني، فاحكي لي التفاصيل دي. نحن لما نجينا عشان نطلع من توتي برضو اللي كنا في الفلوك، يعني حتى كانوا بيقولوا ما بدنا نطلع الليله وردعوا وكذا. رجعنا لما ثاني اخر محاوله مشينا، قالوا تجي الساعه 4 صباحا، مشينا ورجعنا والنفر كان يعني دفع 10,000، مشينا ووصلنا وقطعنا بالبحر، حتى ركبنا عربيه ثانيه، العربيه بتوصلك لحد السامراء، بعد ذاك انت من السامراء بتركب براكب، تركب بعد ذاك اي باص اي حاجه، وبعد ذاك هم بيلاقونا يعني يلاقونا زي 20 تفتيش كذا، فتشونا ونزل الناس دي كلها فتشوهم.
في ضريبه بتفرض يعني في قروش بيقول لكم ادفعوا قروش عشان تمشوا الحته الجايه ولا ما في؟ نعم. طيب رجعتوا كم مره؟ كم مره مشيت حاولت تطلعوا من الجزيره ورجعوكم ثاني؟ اربع مرات. اربع مرات. طيب احكي لي تفاصيل مرض اخوك اللي حصل له شنو؟ اخوي امين ده اصلا عيان عنده جلطه قام وكان شال نصف يعني كده بجنبته اليمين، كان بواصل في العلاجات ولما جت الحرب قام يتوقفت العلاجات وديت عدمه نقد علاجاته ما متوفره، حتى بعد ذلك احنا قررنا الطلوع. كل مره كنتوا بتحاولوا تطلعوا بيقوموا برجعوكم ثاني. اي طيب في النهايه كده لما طلعتوا حصل شنو؟ في النهايه لما طلعنا خلاص الكهرباء كانت قاطعه والمويه بدات تتذبذب والاكل بدا يغلى، يعني حتى الحطب اللي كنا نستعمله الدولاب اللي هو الدولاب كمل خلاص، بعد ما كان في حاجه حتى لو جيت تنزل الجناين بيضربوا فيك كدانات او رصاص، بقيت الناس ما بتقدر، بقيت الناس تستعمل في اساس الدولاب والترابيز وكده. جازفتوا طلعتوا كيف؟ بياتوا طريق جيتوا البحر بالفلوكه لحد بحري بالجنب الثانيه بالمعديه، بعدك حتى ركبنا بالعربيه. أهلا بكم كل المتابعين شاشة قناة البلد الفضائية، ومعانا في الفقرة دي أخوين نزح من جزيرة توتي عانوا ما عانوا من انتهاكات ميليشيات الدعم السريع، اعتقال، معاناة في توفير أبسط مستلزمات الحياة اليومية، فقد عدد كبير من الأسرة، وتفاصيل 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 حنحكيها معاكم في هذا اللقاء. فنرحب بهم أول حاجة ونشوف كل الحياة اللي حصلت لهم. أهلا بك فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلين والصلاة والسلام عليك المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي اسمه عمر عبد العزيز، من مواطنين جزيرة توتي، من الناس اللي نزحت من توتي طلعت هسه حاليا موجود في محل الكرير الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. طيب عمر معناها فيصل، لأن أنا قلت لك أنت فيصل. أهلا بك يا فيصل. يجي العافية. الحمد لله على سلامتكم وبركة، بقيتوا طيبين ووصلتوا حد هنا. طيب فيصل، انا عرفت ان انت تعرضت للاعتقال، داير اعرف تفاصيل الحاجه دي واللي حصل لك في الوقت ده شنو؟ والله يا تعرضت للاعتقال، واسمه مازن فاتح، يا هو كان واحد دكتور اسمه محمد موسى. محمد موسى ده عامل لي تهديد، جه قال لي يا اخي الورقه دي اكتب في الورقه دي. انا كنت عندي خالي يعني كنت مرافق له، مريض عيان عندي سكري ودقت، يا هو مشيت قال لي اكتب اكتب بس بالتهديد، يعني كان شايل لي سلاح، قال لي اكتب الكلام يعني في الورقه التهديد ده، وامتى كتبت؟ قال لي انت خلاص معناته انت الورقه دي كاتبها انت. يا هو بعد كده قام ضربني، يعني ثلاثه طلق في انقراه هنا، ثلاثه طلق. بعد كده وداني الارتكاز، الارتكاز المغرب كده تاني يوم العصر فكوني، يا هو جيت قال لي لكن اخذوا منه صورة، قال لي تاني حتكون شنو؟ بتكون مراقبة انت يعني، بس غايته الحمد لله. لكن ما حصل لك حاجة في المعتقل يعني؟ اعتقلوك وفكوك طوال؟ لا لا، في فريق اسمه الملجة ده دقوني هناك، دقوني وضربوني غايته هنا، وبعد ذاك المغرب كده ودوني الارتكاز بتاعهم. بعد ما كده قاموا تاني يوم العصر فكوني. طب يا عمر، سمعنا انه في عدد كبير جدا من الاسره انتم فقدتوهم بعد ما حاولوا يطلعوا من منطقه توتي ويصلوا لمنطقه كيريري، فقدتوهم في حادث سير كان في جبل اولياء، احكي لنا عن تفاصيل الحادث ذاك. ده كان طالعين من توتي، كان هاربين حقيقه، عندنا راجل خالد اسمه عبد العزيز محجوب، هو مريض بسكري، فان العم الحبر برضه كان هو مريض برضه بسكري بالهارت يعني. الناس طلعوا للعلاج يعني، صراحه طلعوا للعلاج. الحادثة تم قريب بيقولوا لي طالعين من جبل اولياء، طالعين هناك من الجبل، وهو طبعا الحر هات توفى فيه وخالد مصطفى
والوالد عبد العزيز وابن عمهم حباب وحباب بابكر وهيام بابكر و والحبر محمد المختار ديت عرضوا لحد توفوا وقت يعني يكون توفوا يعني النجو هو اللي بتخالتنا ريم ووالدتها اميره وامير صوت عثماني وخصامسي موجود الان في كرر هنا محل كرر يقول الحمد لله النجو لكن برضه يعني لسه مال حاله يعني لسه مالات ما ضل بياخذوا العلاج يعني حاليا ان شاء الله البركه فيكم وربنا يجعل مسواهم الجنه يا رب الحمد لله على سلامه الناس اللي وصلوا. طيب حاليا اوضاعكم كيف بعد انتوا وصلتوا محليات كرري وبقيتوا في منطقه امنه حاسين انه الاوضاع بقت بالنسبه لكم كيف؟ حاسين انه قدرتوا على الاقل توفروا سبل الحياه الاساسيه نسبه امان اكثر الحاصل شنو بالضبط؟ والله الحاله كرري الوضع هنا امان في اول شيء الامان الواحد في بحث عن الامان والحقيقه حياه طبيعيه جدا جدا لقينا كل شيء تمام الحمد لله الوضع متغير الحمد لله وفي امان احنا شعرنا بالامان اول ما جينا منطقه الجيش حقيقه صراحه اول طلعنا شعرنا بالامان لكن احنا في منطقه الدعم الثلاثي الحقيقة عزمنا عرضنا انتهاكات ثقيله جدا. طيب يا عمر ايضا سمعنا عن قصص كثيره جدا عن انه في مبالغ ماليه بتفرض على الناس اللي دارين غادروا جزيره توت يعني حتى لو تقدر تطلع تمشي من جزيره توت لمنطقه ثانيه تتوفر فيها سبل الحياه لازم تدفع مبلغ معين، الكلام ده حقيقي والحاصل شنو؟ والله احنا حسب الوتر اللي استجونا وصلونا احنا لحد الحمد لله وصل الحمد لله بسلامه. الناس دي في ناس دفعت 800 دفعت مليار مليار و200 عشان نطلع من توت يعني اللي ما دفع ما يقدر يطلع نهائي بس حسب الاخبار جات انه البلدات اللي حاليا ما في حد بيقولوش كلام في الدمرقي الحقيقه بالوقت الحالي تدفع ما تطلع هسه الان تدفع وما بتطلع الان عندك قول ما بتورق لكن في الفتره اللي فاتت دي ناس دفعت مليار مليار و200 في ناس دفعت 800 عشان تطلع كاوثر يعني كعائله دي رسوم العائله بتطلع بها من توت يعني البعض يقول ما بقدر اطلع صراحه يعني أنا شكرا لكم جدا إن شاء الله ربنا يصلح الحال ويردكم لبيوتكم عاملين مطمئنين يا رب. آمين يا رب ونرجع أتمنى من الله أن يحفظ أهلنا في جزيرة توتي ونكونوا هم بخير وصحة وعافية إن شاء الله ونتمنى أن البلد يعني نتمنى انتصار للقوات المسلحة ونتمنى أن البلد تعم بس تعم مع السلام والأمان إن شاء الله يا رب.